بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس في استقامة العمود الفقري للي بيقدر، منرخي الجسم شهيق زفير بهدوء بانتظام عدة مرات، مع التركيز على العين الثالثة بين الحاجبين أقرب لمنتصف الجبهة، شهيق للنور حيث يستنير عقلنا الباطن لعمق الدماغ. شهيق للنور، الإصغاء بعين القلب، بعين المحب اليقين المتيقن برحمة رب العالمين، المتحقق من وجود المعلمين العارفين في طبقات هذا الوجود. بإصغاء مع تركيز على نور العين الثالثة وحبل موصول بالقلب، لا تخف، الأشياء الزائلة هي ظلال، عدم الحقيقة يسود في المظهر وحسب، أنت الحقيقة التي لا يتطرق إليها التغير والتبدل، واعلم أنك أنت الثابت. دع الطبيعة تمرح معك كما تشاء، إن شكلك هو حلم، اعرف ذلك واقتنع في قلبك، إن
نفسك راسخة في الألوهية عديمة الشكل، ليعدون الفكر خلف البرق اللامح، لتسودن الرغبة ولتدومن المحدوديات، أنت لست بالفكر والرغبة لا تمسك، أنت كائن، أنت كائن. موجود ضمن إطار العلم بكل شيء، والمقدرة الكلية. تذكر، الحياة ما هي إلا مسرحية، قم بتمثيل دورك، يجب أن تفعل ذلك، أنت لست بالممثل ولا المسرحية ولا القانون، إن الحياة لا يمكنها أن تحدك، ألست أنت عديم الحدود؟ إن مادة الحياة هي الأحلام، أنت في جوهرك لا تحلم، أنت الكائن المتيقظ، خلف خطرات ولمسات عدم الحقيقة، اعلم ذلك، اعلم ذلك، وتحرر، تحرر، تحرر. منركز على زهرة بيضاء في منطقة القلب، تنفتح بسلام، سلام، سلام، صمت، سلام مسموع، سلام حيث يتم سماع صوت الله، السلام والصمت، ثم يأتي صوت الله، مسموعا، مسموعا في ردهات الصمت،
إنني معك للأبد. للأبد. إنك لن ولن تنفصل عني أبد الدهر. أنا نفسك حقا، إن نفسك هو أنا. أنا نفسك حقا، إن نفسك هي أنا. خلف الأكوان وخلف الأحلام موجود أنا. مستقل بذاتي في وجود كلي واتساع لا حدود له. وأنت أيضا كذلك حقا، أنت كذلك، لأنني أنا أنت وأنت أنا. هجور الأحلام، هجور الأحلام، وتعال تعال إلي. ألقي بنفسك بين ذراعي، سأعدو بك محيط الظلام والجهل. إلى حيث النور والحياة الأبدية، لأنني أنا الحياة والنور، وأنت وأنا واحد. أنت هو أنا وأنا أنت. اذهب وعش بسلام عش بسلام. ومرة ثانية عندما تأتي الساعة وفي ذلك الصمت وفي ذلك السلام، ستسمع صوتي من جديد، صوت الله، صوت الحق.
نتصور مجموعة بلابل تغرد بسلام على شجرة العرفان الداخلية، تردد صدى همس هذه الحروف النورانية. مع عميق امتنان للتواصل مع جوهر المعلمين والحكماء والنجباء المجاهدين في سبيل معرفة الله، نحن بداخلنا نتناغم مع وعي الله الإله لا عدا، واحد أحد. يظهر عديدا عندما نفتح العيون، نعقد العزم على أن نبقى بداخلنا بهذا المركز الروحي العميق، متناغمين مع الواحد الأحد. وبعد دقيقة من الآن عندما نفتح العيون ونرى جمال التقاء العالمين الداخلي والخارجي، فنرى إرادة الله خلف التعداد. كونوا بسلام، كونوا بسلام، كونوا بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.